واحد فيهم كتب لك رسالة وقال لي اقرايها في البلاط، وهذه الرسالة راهي موجودة معايا، هذا خط يدي. انا ما نبيعش شكون اللي كتب لك هذا الرسالة، واحد مولادك، لكن حنقرا لك الرسالة وراح تتعرف عليه. هذه الرسالة وش تقول؟ رسالة الى ابي. الى ابي، انا لا اعرف ملامح وجهك، لكنني تخيلتك هكذا بشعر اسود وعيون بنية اللون. أتذكر ملمس بشرتك منذ أن كنت طفلة صغيرة وتبذل قصارى جهدك لإسعادي. أتذكر ذلك اليوم الذي تركتني فيه نائمة وأنا طفلة، استيقظت ولم أجدك أمامي، فبكيت وعدت لأجل من منتصف الطريق، وكنت قد قطعت مسافة ساعة من الزمن، عدت لتأخذني إلى العاصمة. لم أنس هذا الموقف طيلة حياتي، لأنك لم تتركني وحيدة. أذكر كم رافقتني للدراسة وتعبت لأجلي. أنا أعرف يا أبي كم سببت لك من متاعب وأوجاع، ولا مرة حسستني أني لا أرى في هذه الدنيا. أنا اليوم كبرت يا أبي وتحصلت على شهادة ليسانس في اللغة الفرنسية، صرت أرى العالم بفضلك يا أبي. شكرا على كل مجهوداتك، وأتمنى أن أستطيع ذات يوم أن أرد لك ولو جزءا بسيط من جميلك. عرفتها؟ بيسور. أحلام. تخيلوا معي هذا الأب البسيط، عنده 4 ذكور وعنده بنت واحدة، وهذه الطفلة خلقت ما تشوف والو في هذه الدنيا، أخذ منها الله عز وجل البصر لكن أعطاها البصيرة، قراها في الوقت اللي يشوفوا اباء عندهم بناتهم غير تحبس القرايه يقولها اقعدي في الدار، غير ما تجيبش الباك يقولها اقعدي في الدار. عنده بنت كفوفه قراها وتابع ليها وكبرها ووصلها وين تحصلت على البكالوريا بمعدل 14 ودخلها للجامعه، وين تحصلت على ليسانس لغه فرنسيه. هذه الطفله هي اللي جات اليوم ترد الجميل لباباها. انا نشكرك نيابه عن كل الجزائريين اللي راهم يشوفوا فينا. واش نقول لك، والله يعجز اللسان على التعبير. واش قلتي؟ واش هي قالت في الرساله؟ انا نقول لكم جيبوا لنا احلام، معليش تدخل معاها الام، لانه الام ايضا نموذج. عمي جلول معليش تدخل الام معاها. معليش معليش، يلا جيبوا لنا احلام والام نشوفوا هذه احلام اللي هي لا ترى من الدنيا شيئا. انا غطني كي وصفت وصفتك، كان في يوم من الأيام شعرك أسود ياك، هكذا تخيلتك يا أبي بشعر أسود وعيون بنية اللون. قلت لك مازلي نتفكر ملمس بشرتك منذ أن كنت طفلة صغيرة. إن شاء الله ربي يكمل لك بيها.